فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أود الحج هذا العام لكن لا أستطيع لضيق ذات اليد وأخشى من فوات سنين العمر. سؤاله: هل يجوز لي أن أقترض مع القدرة على السداد أم أني أؤجل الحج إلى العام القادم؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنت ما تستطيع من ناحية المؤونة التي تمكنك من الحج، فالله ما كلفك بالحج، ولا تقترض من أجل ذلك. انتظر حتى يفتح الله عليك بالمال والقدرة تحج حين ذلك. نعم.